السلام عليكم. لما بنتكلم ونقول ان أي مشكلة إقليمية أو عربية بيكون حلها إما في القاهرة أو الرياض أو في الاتنين مع بعض فده مش كلام إنشا ولا كلام مجاملات ده حقيقة وعلى الأرض بالفعل أي حل لأي مشكلة في الشرق الأوسط هتلاقيه في القاهرة أو في الرياض أو هيتم بعد التنسيق ما بين القاهرة والرياض لكن غير كده ما تتعبش نفسك مش هتلاقي اي حل لاي مشكله الا في العاصمتين دول وبس عشان كده بنقول ان من المهم جدا جدا ان يكون في تنسيق سياسي ودبلوماسي دائم ما بين مصر والسعوديه بشكل دوري ودائم وعلى فكره هو ده اللي حصل بالفعل وطبعا حاليا اهم قضيه اقليميه وعربيه هي الحرب في السودان وعلشان كده مصر والسعوديه حاليا بيحاولوا ايقاف الحرب دي في السودان باي شكل حفاظا على مؤسسات الدوله السودانيه وحفاظا على مستقبل الشعب السوداني، لان السعوديه زي مصر بالظبط، شايفه ان السودان ما ينفعش ان تكون الاوضاع فيه مشتعله بالشكل ده من خلال حرب اهليه، وما تنسوش ان في حدود بحريه طويله جدا ما بين السودان والمملكه العربيه السعوديه، فبالتاكيد المملكه زي مصر بالظبط، مش من مصلحتها ابدا ان يكون في صراع مسلح على حدودها او بجوارها. لإن الصراع كل ما بيطول كل ما بيتمدد، وبالتالي هيوصل في يوم إنه يهدد الحدود البغية المصرية وكمان الحدود السعودية البحرية. وطبعًا إحنا عارفين البحر الأحمر مهم جدًا إزاي بالنسبة للسعودية في تجارتها الخارجية ونقل النفط والتنقيب عن المعادن وتطوير السياحة وتنمية الثروة السمكية، يعني منطقة إستراتيجية من الطراز الرفيع بالنسبة للمملكة، ومستحيل إن هي تفرط في أمن حدودها أبدًا البحرية. خاصة إذا استمرت الحرب دي أو وصلت ميليشيات للحكم في السودان لأن إحنا عارفين إن أول حاجة هتعملها الميليشيات علشان تاخد اعتراف كام دولة من الدول إن هي هتفرط في السواحل السودانية لروسيا والتركية علشان يعملوا قواعد عسكرية بحرية على طول الساحل السوداني القواعد دي هتكون تحت الحدود المصرية مباشرة وفي مواجهة السواحل السعودية مباشرة برضو فالوضع خطير على مصر والسعودية علشان كده الاثنين بيشتغلوا في الملف ده مع بعض ايد في ايد علشان يهدوا الامور ويمنعوا الميليشيات من ان هي توصل للحكم في الخرطوم والدليل على كده البيان اللي اصدرته وزارة الخارجية المصرية يوم 6 مايو الحالي وكان نصه كما يلي ترحب جمهورية مصر العربية ببدء المحادثات الاولية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة ونشيد بجهود المملكه العربيه السعوديه الشقيقه والجهود الاقليميه والدوليه التي اسهمت في تشجيع الاطراف السودانيه على بدء الحوار. وبعد البيان اللي نشرته وزاره الخارجيه المصريه نشر مجلس التعاون الخليجي بيان مكمل او مؤيد للبيان المصري وبيؤكد على رغبه مصر في وقف شامل ودائم لاطلاق النار في السودان. وده هو الهدف اللي بتحاول السعوديه ان هي تطبقه من خلال الحوار ما بين الفرقاء السودانيين في جده. ومن جهة تانية وصف السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الوضع الحالي في السودان بغير المسبوق في تاريخه الحديث وإن السودان النهاردة في مفترق طرق وإن الخرطوم أصبحت ساحة للمعارك بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع وده وضع لا يليق إطلاقا بالسودان ولا بشعب السودان وإن إحنا داخلين دلوقتي على قرب شهر كامل من المعارك والتناحر السياسي وده بالتأكيد مش هو الحل لانتقال السلطة في السودان ما هو مش ممكن كل ما نيجي ننقل السلطة في السودان من طرف لطرف فالسلطة دي إما تنتقل بانقلاب عسكري أو بحرب أهلية الموضوع كده خارج عن السيطرة وأنا بصراحة مؤيد جدا لكلام أبو الغيد ده ده غير إنه أعلنها صراحة وقال إن الفرصة المتاحة حاليا لإيقاف الحرب في السودان هي من خلال المفاوضات اللي بترعاها السعودية في جدة. وان لو الفراقاء السودانيين ما استغلوش الفرصه دي فان الحرب ممكن تتطور وللاسف ممكن السودان يتقسم لاكثر من دوله مع نهايه الحرب باختصار ايا كان مين اللي هيكسب في تقسيم السودان هتكون ضمن مراحل الحرب نفسها مش بعد الحرب ونتيجه للخوف الطبيعي والمنطقي على مستقبل السودان اعلن السيد احمد ابو الغيط عن تشكيل لجنه بتتكون من مصر والسعوديه والامين العام للجامعه العربيه يعني هو شخصيا للتواصل مع اطراف النزاع في السودان والمجتمع الدولي. القرار ده تم اعلانه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجيه المصري السيد سامح شكري بعد انتهاء الجلسه الاستثنائيه اللي تم عقدها في القاهره داخل جامعه الدول العربيه لمناقشه عده قضايا مهمه زي مثلا عوده سوريا لمقعدها الدائم في جامعه الدول العربيه ومستجدات الازمه السودانيه وتطورات الوضع في الاراضي الفلسطينيه المحتله. طيب بالنسبة لنا إحنا كمتابعين وكإعلاميين وصحفيين نفهم إيه من القرار الخاص بالسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة مصرية سعودية لإيقاف الحرب الأهلية في السودان أنا عن نفسي بفهم ببساطة إن مفيش حد على مستوى قيادات جامعة الدول العربية كلها شايف إن الحل ممكن يكون في إيد أي طرف تاني غير مصر والسعودية ونفهم كمان إن القيادات العربية متفقة مع رؤية مصر والسعودية بإن حالة القتال الحالية لازم تتوقف، وإنه ما ينفعش تغيير النظام في السودان إنه يتم عن طريق الحرب، وكمان ما ينفعش إن ميليشيا توصل للحكم في السودان، لأن معنى إن ميليشيا تحكم السودان فكده أمن الوطن العربي بالكامل في خطر لأن ببساطة السودان بيتميز بموقع استراتيجي مهم للغاية، فمن جهة الشرق ممكن الحرب في السودان دي تأثر جدا على أمن الخليج العربي كله، ومن جهة الشمال طبعا مصر هتكون أول المستهدفين. ومن جهة الغرب عندك البعد الافريقي ومعهم ليبيا طبعا وكل المناطق دي هتتأثر ده غير اصلا ان اوروبا نفسها ممكن تتأثر لو لا قدر الله في ملايين السودانيين نزحوا باتجاه مصر وليبيا فهيكون مصيرهم ايه بعد كده غير الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر المتوسط لان مصر مهما استوعبت من لاجئين اكيد مش هتقدر ان هي تقف قدام ملايين اللاجئين اللي جايين من السودان هربا من الحرب باختصار نهاية الحرب في السودان هتكون إما في القاهرة أو في الرياض أو بالتنسيق مع العاصمتين في نفس الوقت وأنا أعتقد أن التنسيق ما بين الاتنين هو اللي هيتم لأن لا مصر ولا السعودية هيخاطروا بمستقبلهم وبأبن بلادهم بأنهم يسمحوا أن ميليشيا تحكم السودان علشان كده التحركات السياسية المصرية والسعودية في الملف السوداني بالنسبة لي أنا كمحمد أمديل ملهاش أي معنى غير أنه في اتجاه لتدمير حمتي على الأقل سياسياً وبالنسبة لي أنا برضو كمحمد أنديل مصر والسعودية مساندين مساندة واضحة جدا لاستقرار السودان ولمؤسسات الدولة السودانية وأي واحد يقول كلام غير كده فهو ما بيفهمش حاجة في السياسة مع اعتذاري يعني موقف السعودية هو بالظبط موقف مصر تجاه السودان من الآخر السعوديه بتدعم بقاء مؤسسات الدوله السودانيه وبتدعم بقاء الجيش السوداني لان زي ما قلت اكتر من مره قبل كده معنى ان ميليشيا تحكم السودان فده تهديد واضح جدا للحدود السعوديه البحريه وللامن القومي السعودي وتهديد واضح جدا لحدود مصر البحريه والبريه المشتركه مع السودان ده غير طبعا المخاطر التانية من ازدياد النفوذ الروسي والتركي داخل السودان وده طبعا لا مصر ولا السعوديه هيسمحوا بيه لان السعوديه اطلاقا مش هتسمح بان يكون على بعد كيلومترات بسيطه منها قاعده روسيه في قلب البحر الاحمر ولا قاعده تركيه ولا مصر هترضى ان تكون حدودها الجنوبيه على للاتراك والروس الموضوع واضح جدا يا جماعه حميتي لازم يتم تدميره مفيش حل غير ان حميتي ده يتم القضاء عليه على الاقل سياسيا وهو ده المنهج اللي اعتقد بتتبناه الحكومتين المصريه والسعوديه وان شاء الله هو ده اللي يتم على اي حال خلونا بس نشوف ايه هي مستجدات الوضع في مفاوضات جده، واكيد ان شاء الله هنغطيها اول باول، ولكن دلوقتي انا منتظر راي حضراتكم في التعليقات. هل مصر والسعوديه قادرين بالفعل على انهاء الحرب الدايره في السودان دلوقتي؟ وهل مفاوضات جده هتكون هي اخر حلقه في مسلسل الصراع السوداني؟ ولا الحرب الاهليه السودانيه هتستمر لفتره اطول من كده قبل ما نوصل لتسويات سياسيه ما بين الجيش وميليشيات الدعم السريع؟ وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته